وللحديث أكثر عن آخر التطورات في جنوب القطاع وتحديدا من رفح جنوب غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. صباح الخير أسامة، آخر التفاصيل والتطورات لديك حول التوغل الإسرائيلي في جنوب القطاع تحديدا في رفح؟ نعم ليلى، دامية في مدينة رفح تحديدا في جنوب قطاع غزة، نتحدث على استهداف ما يقارب من 4 منازل بشكل متواصل فجر هذا اليوم، وقبل قليل هناك 3 استهدافات في مدينة رفح حتى هذه اللحظة تنقل الإصابات إلى المستشفى الكويتي. نتحدث عن سقوط ما يقارب من 15 ضحية منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة فقط في مدينة رفح بسبب استهداف المنازل بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، خاصة وأن كل هذه العائلات كانت نائمة مع أطفالها داخل منازلهم، وبالتالي تم قصف هذه المنازل على رؤوس الساكنين وبدون سابق انذار، وبالتالي رفع عدد الإصابات والضحايا حتى هذه اللحظة يتم نقل إصابات، والآن يتم تشييع العدد الأكبر من الضحايا في ساحة مستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. يعني قبل قليل انتشرت يعني فيديوهات ومشاهد وصور انتشرها الجيش الإسرائيلي لعملية اقتحام معبر رفح بالكامل. فجر هذا اليوم كان هناك توغل على الشريط الحدودي مع مصر باتجاه منطقة معبر رفح، ولكن صباح اليوم نشرت الصور نظرا لصعوبة وصول أي شخص إلى هذه المنطقة ومعرفة التفاصيل من الدور، ولكن الجيش الإسرائيلي نشر صور لعملية دخول الدبابات إلى داخل معبر رفح البري، وبالتالي توقفت عملية سفر أي مواطن باتجاه مصر، والآن توقفت حركة الدخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل. هذا ينذر بكارثة إنسانية في ظل إغلاق المعبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح البري. الدبابات توغلت داخل هذا المعبر، والجنود قاموا برفع الأعلام الإسرائيلية داخل هذا المعبر، وحتى هذه اللحظة الدبابات متواجدة. الجيش الإسرائيلي قبل قليل نشر بيان يتحدث فيه عن اقتحام القوات إلى داخل معبر رفح والسيطرة عليه بشكل كامل حتى هذه اللحظة. نعم، هو يعني الجيش الإسرائيلي كما تفضلت وذكرت أسامة أكد بأنه سيطر على معبر رفح، ماذا بالنسبة للمواطنين؟ قالوا أنهم يواجهون مخاطر النزوح والتهجير مرة أخرى. هناك عائلات نزحت أكثر من 10 مرات، عائلات نزحت أكثر من 10 مرات من شمال القطاع باتجاه الجنوب، والآن تنزح بشكل عكسي إلى داخل وسط قطاع غزة، خاصة وأن عدد كبير من هذه العائلات أول ما نزح من الشمال اتجه إلى أقصى منطقة في جنوب قطاع غزة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح باعتبارها منطقة أمنة وفيها متسع من مدارس اللواء ويمكن الجلوس هناك بأريحية، ولكن الآن الدبابات لاحقت السكان والنازحين أيضا في المنطقة الشرقية، ونزح كبير من السكان في هذه المنطقة بعد التهديد الإسرائيلي بالمنشورات ورقية لسكان هذه المنطقة. كان التهديد بعدها بساعات بالنار من خلال أطلاق المدفعية القذائف باتجاه سكان المنطقة وقصف عدد كبير من المنازل ضمن سياسة النسف الإسرائيلية لمربعات سكنية في مناطق مهددة بالتوغل البري، وبالتالي خرج كل سكان هذه المنطقة، حتى أن النازحين كانوا يتواجدوا في محيط معبر رفح، ولكن الجيش نشر خطته الأخيرة بأن منطقة معبر رفح هي ضمن منطقة العمليات التي ينوي القتال فيها والدخول بريا، وبالتالي نقلوا خيامهم باتجاه منطقة غرب مدينة رفح، تنقلوا عبر الكرات والسيارات والشاحنات إلى المنطقة الغربية وإلى منطقة مواصي خان يونس، وهناك عائلات كبيرة نزحت مشيا على الأقدام، يعني وصولا لأكثر من 10 كيلومترات وصولا إلى منطقة آمنة أو منطقة فيها متسع لنصب خيامهم من جديد والنزوح مرة أخرى. حتى هذه اللحظة بإمكان الحديث عن أن كل المنطقة الشرقية غادروا منازلهم واتجهوا إلى المناطق الغربية لمدينة رفح، والجيش الآن يتوغل في منطقة ليس بسهلة، منطقة معبر رفح بإمكانه المحاصرة للمنطقة الشرقية الآن بشكل كامل في حال وصل إلى هذه المنطقة وتواجد في منطقة معبر رفح. نعم أسامة، أيضا يعني المعروف أن هذه المنطقة في جنوب القطاع رفح تحديدا مكتظة، يشار إلى أن هناك أكثر من 1 مليون يعني شخص أو فرد، بالتالي يتم الحديث عن نزوح حوالي 100 ألف مواطن فلسطيني.
4000. نعم صحيح، هذا الرقم تحدث عنه الجيش الإسرائيلي، ولكن الرقم أكثر بكثير من هذا الرقم، لأن هناك عدد كبير من النازحين نقلوا أمتعتهم في بداية الحرب إلى مدينة رفح في المنطقة الشرقية، ولكن من جديد عادوا للنزوح إلى المنطقة الغربية. هناك عدد كبير من السكان في هذه المنطقة، 3 بلديات محلية تقدم خدماتها للسكان في هذه المنطقة، نتحدث عن كثافة سكانية بالإضافة لمنطقة معروفة على أنها منطقة زراعية وسلة غذائية لكل سكان قطاع غزة، ولكن هناك أيضا فيها كثافة عمرانية وسكانية وتخطيط عمراني في هذه المنطقة، وأحياء بأكملها غادرت الآن هذه المنطقة الشرقية باتجاه المناطق الغربية والتي قال عنها الجيش على أنها آمنة. كل هذه المنطقة أخليت، حتى أن المربعات القريبة منها والتي كانت ضمن مناطق الإخلاء كان مستشفى أو يوسف النجار تم إبلاغه بالإخلاء. يوم أمس كان هناك رفض لعملية الإخلاء نظرا لأن هذا المستشفى يقدم الخدمات العلاجية لغالبية سكان مدينة رفح، ولكن بسبب التهديدات المتواصلة وخطورة العمل في هذا المكان وصعوبة الحركة والتنقل أو نقل أي إصابة أو مصاب أو جريح أو مريض حتى إلى هذا المستشفى، تم إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار ونقل إلى المنطقة الغربية لمدينة رفح على مقربة من المستشفى الكويتي. كل هذه المنطقة الآن وكل المنطقة التي هي في مرمى قذائف الجيش الإسرائيلي الآن أخلت منازلها وغادروا كل المنطقة الشرقية من مدينة رفح. نعم، نشكرك على كل هذه المعلومات من رفح جنوب غزة، رافقنا مراسل حدث الزميل أسامة الكحلوت.